العربي الجديد بودكاست. بأول يوم من رمضان بتكون متحمس كتير، ما عندك غير وجبتين باليوم وأكيد أكيد وزنك رح ينزل. أصلاً من أنت وصغير بيحكوا لك إنه الصيام وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، مع ذلك بس يمر الشهر دايماً بيصير العكس وبيتحول الميزان لعدوك اللدود. بعد الصدمة بتبلش توزع الاتهامات يمين وشمال، أكيد المشكلة بتركيبة جسمك، استقلابك بطيء، لا المشكلة حتماً بالميزان، وآخر شي بتقرر إنه في سر الكل مخبي عنك. شو أسرار فقدان الوزن برمضان؟ وشو أسباب الزيادة؟ خطر لك يا عزيزي إنه العائلة والمسلسلات برأس قائمة المتهمين؟ أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا بهي الحلقة الصيدلاني نبيه عريج، الباحث بمجال التغذية. رمضان كريم دكتور. رمضان كريم على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. دكتور، بفكر معظم الناس أنه لما منوقف فترات طويلة عن الأكل يفترض ننحف، بس للأسف برمضان يعني عم بيصير العكس، يعني بعض الناس مرات بتسمن بدل ما تنحف. شو السبب برأيك؟ يسعد أوقاتكم مرة تانية. والله سؤالك كتير مهم، وفعلا الناس بتربط بين السمنة وحجم الطعام، بس بشكل مطلق ما بيهتموا بالتفاصيل. هلا أنا بتفق مع الجميع، مع الكل، بأنه الإفراط في تناول الطعام أكيد هو درب للسمنة ومشاكلها واختلاطاتها وما ينتج عنها، بس العلاج ما رح يكون بالامتناع عن الطعام. خلينا نتفق على شغلة، أنه جسم البشري له احتياجات محددة من حيث السعرات الحرارية أولا ومصادر هي السعرات ثانيا، وبتختلف طبعا السعرات الحرارية بحسب العمر والجنس والنشاط البدني، بس في معدل أساسي نحن بنحتاجه حتى نبقى، يعني هو بسموه المعدل الاستقلاب القاعدي أو المعدل الاستقلاب الأساسي. هذا المعدل هو بيحتاجه الجسم من شان يحافظ على فعالياته الأساسية، يعني هي عم نحكي عن عمل القلب، دوران التنفس، البناء والهدم، وحتى النشاط الفكري. هلا لما بيجي الشخص وبيتبع حمية قاسية فيها حرمان، الجسم في البداية رح يتجاوب وبصير بيحرق جزء من المخزون اللي عنده من الدهون لتعويض هذا النقص اللي صار نتيجة الحمية القاسية، بس بعد كم يوم وإذا طالت الفترة يعني بيبدأ الجسم بالتأقلم مع أنه الوارد اللي عم بيجي منخفض، وهذا اللي حتى يحافظ على مخزونه من الدهون، بيخاف من المستقبل بالحرف الواحد يعني، وهذا بده يكون على حساب النشاط الأساسي، يعني على حساب الاستقلاب القاعدي ولا حساب العضلات. تتنشط آلية دفاعية وهي تخزين جزء من الوارد الغذائي مهما كان صغير، يعني صار عندنا زيادة بالدهون. لما بتنتهي ساعات الصيام الطويل وبيجي الصايم بيقعد بياكل وجبة الإفطار بعد ما يكون قضى نهار طويل لأكل ولا شرب، فبياكل أكثر من المعتاد لأنه هو في صار في عنده يعني خلينا نسميه إقبال على الأكل. هلا اذا تذكرنا كمان انه الجسم بالاساس خفض معدل الاستقلاب الاساسي بسبب الحرمان، بتصير هالزياده مضاعفه واكبر واكثر، يعني صار عندنا تخزين اكثر للدهون. بالمختصر فينا نقول زياده الوزن بالشهر الفضيل سببها الحرمان خلال النهار، ومن ثم الاقبال على طعام بافراط بعد الافطار. بينما ما يجب يعني اللي بنلاقيه لازم يلتزم فيه هو انه نؤدي الشعائر الدينيه كما يحب الله ويرضى، ومن ثم ناكل طعامنا بكمية تتناسب مع حاجاتنا الأساسية. يعني مرات دكتور الصيام نفسه ممكن يسبب آلية عكسية اللي هي زيادة الوزن، طبعا بالإضافة للأسباب الثانية يلي بتدفع الناس للإفراط بتناول الطعام بعد انتهاء ساعات الصيام. صحيح؟ صحيح تماما، صحيح تماما، وأنا معك. نحن اللي عم نقول إنه الواجب إنه حتى نحن نخفض، يعني أنا إذا بدي خفض وزني لازم أكل أقل مما أحتاجه، أقل مما أحتاجه، بس هذا الأقل بده يكون مش أكثر من 15%،
يعني أنا إذا عندي احتياج معين لنقل 2000 كالوري فأنا لازم أكل أقل 15%، بدي أكل 1700 بس لحتى لا تتناقض الآلية الدفاعية اللي حكيت عنها من شوي. أما بالنسبة للشهر الفضيل فطبعا سبب الجوع خلال النهار وسبب عدم الانضباط بالشهية. هلأ ليش ما في انضباط بالشهية؟ يعني الأسباب يعني تتعدد منها بشكل عام خارج أوقات رمضان مثلا، نعرف إحنا اعتبار النهم في عنا النهم النفسي مثلا هذا بيجي عليه، لأن اعتبار الأكل مصدر للراحة بس إذا أنا بدي، وفي أحيان مشاكل غدد، عفوا مشاكل غدد المرضية كمان بتعمل إقبال على الأكل. فإذا بدنا نحكي عن خصوصية بشكل الفضيل فرح نلاقي ربط واضح ما بين يعني طبيعة قضاء الوقت بعد الإفطار وكيف تأثيره على ناكله. يعني هذا الربط كثير كبير ومهم. فمثلا العادات الدينية والاجتماعية اللي عندنا تلعب دور، فأكل أكل ضمن جو اجتماعي ناشط صاخب، القعدة قدام التلفزيون مشان نتابع برامج مختلفة، بيصير في عندنا تشتيت للانتباه عن الكمية اللي عم ناكلها، يعني بصير بناكل من غير ما نحس. هلا اذا اضفنا في شغله حلوه يعني هي يعني بنحبها، هي المهاره بالطبخ، يعني هاي موجوده والاكل طيب الصراحه. وطبعا في التنوع بالاشكال المقدمه مثلا على الطاوله، كله هذا بيخلي الصايم ياكل كميه اكبر وتكون شهيته مفتوحه من دون ما يحس شو عم يصير معه. يعني عمليا طبيعة الوجبات الرمضانية دكتور وعادات الأكل الخاطئة أحيانا بتحرض عنا شعور دائم بالجوع، بالإضافة لأنه عملية الحرمان من الطعام نفسها ممكن تحرض آلية دفاعية بالجسم تدفع الجسم لزيادة الشهية بشكل مماثل لزيادة تخزين الدهون. صحيح صحيح، برافو عليك، تمام صحيح كلام تماما. خلينا نقول أنه نحن في عنا الآلية الدفاعية هاي بتأثر على تخزين الدهون بشكل كتير كبير. إذا تحبي بشرح لك إياها كمان يعني بشكل قدر الإمكان بشكل مختصر. إيه تفضل دكتور. الآلية الدفاعية اللي عم بقول عنها هي نحن توارثناها لهي الآلية خلال آلاف السنين من تطورنا كبشر. هاي الآلية بتحد من أو بتنظم عملية حرق الدهون. بالأزمان الغابرة خلينا نقول من زمان، خلينا نرجع لآلاف آلاف السنين، كانت تمر فترات طويلة من القحط والجفاف وقلة الفرائس. قلة الفرائس لأنه الإنسان كان وقت صياد، وبالتالي كانوا يتعرضوا لفترات من المجاعات. هذا طور آلية دفاعية عندهم خلتهم يعتبروا الجسم، طبعا عم نحكي مولا الجسم، صار يعتبر كمية الدهون المخزنة فيك تسميها احتياطي استراتيجي، ما بيقرب منه إلا بالضبط. وسيلة نجاة. يعني عليك وسيلة نجاة. برافو عليك، وسيلة نجاة ما بيقرب عليه إلا بالظروف القاهرة. وحتى بيسموها هي الآلية بيسموها response for starvation. هلأ هي مهمتها تخفض معدل الاستقلاب الأساسي لخفض استهلاك الطاقة، وبذات الوقت هي شو بتعمل؟ بتخزن الدهون حتى لو كان في عنا جزء بسيط من الأكل إجا، وتستبدل مصادر الطاقة من الدهون المخزنة، وهي نقطة كتير كبيرة ومهمة، بتستبدل مصادر الطاقة اللي بتحتاجها من الدهون إلى العضلات. هاي اسمها الآلية مثل ما قلت لك response for starvation. طبعا دكتور هاي الآلية اللي ذكرتها بالإضافة لشيء تاني ذكرته اللي هي أنه طبيعة الجماعات برمضان أنه بتدفع الناس أكتر لتناول الطعام، هذا الشيء بيأكد نظرية توصل لها الباحثين بأنه الإنسان يعني بيأكل أو ميال لتناول الطعام بكمية أكبر لما بيكون موجود ضمن مجموعة، وقد يكون أحد الأسباب هي الظاهرة هو تطوري. صحيح. له علاقة بطبيعة حياة أجدادنا البشر البدائيين لما كان الطعام مثل ما ذكرت غير متوفر بكثرة، فكان الفرد مضطر يزاحم الآخرين بأكل أكبر كمية ممكنة. صحيح تمام، لحتى ما حدا يعني لحتى ما حدا ياخذ له حصته، حتى بخاف ياكلوه له بعدين. يعني هلا نحن خلينا نقول انه الحاله الاجتماعيه فعلا بميل الانسان يعني بوجود الصحبه معروفه، يعني الصحبه الحلوه طبعا بتسلي طبعا، اكل ممتع يعني ضحك اللعب المزح من هالحكي هذا كله بيساعد. هلا بعدين نضيف مفهوم العزيمه، يعني بمجتمعاتنا نحن في شيء اسمه العزيمه وتكريب العزيمه او يعني الشد منها، لانه هذا يعني من اظهار الكرم بيكون انه نعطي صحن تبع الضيف كذا مره. صحيح. هلا والضيف بده يظهر الاحترام للمضيف فبيصير بياكل اللي قدامه. يعني احنا عم ناذي بعضنا بسبب عاده موروثه. طبعا انا مالي ضد انه يتلذذ الناس بالاكل،
ويستمتعوا فيه. أصلا الاستمتاع بالأكل هو ضرورة من الناحية النفسية يعني إذا تحبي. صحيح. وكمان هيك من يعني كمان إقامة العزائم والدعوات والتشارك في الأوقات المختلفة. بس بدنا ننتبه إنه المبالغة والضغط على حدا لحتى يأكل بضر بصحته بالمجمل، يعني هو عم يتحمل هذا الشيء إحراجا. لذلك يعني أنا بقول إنه أتمنى يعني نحترم خصوصية كل واحد. لا أنت يكفي إنك أنت تمد الصفرة قدام الناس وتقول لهم تفضلوا، فهذا خلاص هذا هو منتهى الكرم، وترك كل حدا يأكل حسب احتياجه وحسب هو شو متعود وحسب صحته شو بتفرض عليه. صحيح. ودكتور اسمح لي بس عقب على الحديث السابق على موضوع الأكل مع الجماعة وإنه إله سبب تطوري. الحقيقة هي الظاهرة لوحظت كمان عند الحيوانات، ويعني تقريبا بال 1929 يمكن أجروا تجربة كتير طريفة على الدجاج. جابوا دجاجة جوعانة وتركوها تاكل على راحتها لحتى تشبع، ولما وقفت أكل جابوا لها منافس دجاجة جوعانة تانية. دكتور تخيل لما بلشت الدجاجة الجديدة تاكل رجعت الأولى تاكل برضو. لهيك خلينا هون نقول لهيك خلينا هون ننوه للناس يا جماعة، الخلاصة انتوا عم تاكلوا مع الآخرين تذكروا انه نحن بالقرن 21 في أكل كتير وما حدا رح ينافسكم على حسن. ما حدا رح ينافس حدا، وكل مثل ما بتريد على قدك، ما في داعي للمزاودة. دكتور بعد الفاصل الطريف هلأ منيجي على الجد. خبرتنا حضرتك أنه أحد أسرار فقدان الوزن برمضان بسيط، اللي هو ضبط رغبتنا بتناول الطعام. والحقيقة الحكي دائما أسهل من الفعل، لهيك بدنا من حضرتك مجموعة نصائح تساعد الناس على تخفيف النهم خلال الوجبة، وطبعا تخفيف الشعور بالجوع بعد الوجبة. كتير حلو كتير حلو. أكيد أكيد نحن هذا إن شاء الله يعني نقدر نخدم الناس بهاي الأفكار هاي. رح حاول قدر الإمكان يكون يعني واضح وموجز بنفس الوقت. أكيد. لأنه بالنهاية صحة الناس هي غايتنا. هلا بس بصراحة خليني أقول لك إنه النصائح اللي نحن بنقول عليها للشهر الفضيل وشهر رمضان هي نفسها اللي هي يعني لازم يعتمد الإنسان بشكل مستمر. فأنا بقول دائما العبرة هي في النمط المستمر، لأنه الصحة من الصحة بدها نظام حياة متكامل، مش بس بالشهر الفضيل أو غيره. هلأ مثل ما حكيت من شوي، إذا بدنا نفصل شوي بنقول عنا نقطتين. تناول ما نحتاجه فقط، يعني ننتبه للسعرات الواردة مقارنة بالمستهلك، والثاني التنويع بالأكل ليشمل احتياجاتنا من البروتين والكارب والدهون من مصادر صحية. هلأ هذا الحكي يمكن الناس تعتبره كتير عام، أنا رح أحاول أدخل بنقاط واضحة. خلينا نحكي يعني أنت اللي رح أقوله عمله خلاص ما فيه. هلا دائما الافطار ببلش بشرب ماء معتدل الحراره، انتبهوا لكلمه معتدل الحراره حتى لو كان الطقس حار. وبنشرب بهدوء، يعني نشرب رشفات، يعني ما نروح نمسك كاسه المي ونشربها، لا هيك ما بصير. كاسه المي لازم نشربها 3-4 دفعات على الاقل. انا احيانا بنصح بالمضمضه والغرغره وبسق المي قبل ما نبلش نشرب، يعني لاسباب اكثر يعني وقائيه واكثر من هيك. اسمح لي بس دكتور، ما بيصير. اسمح لي دكتور هون بس اضيف معلومه صغيره على موضوع المي، إنه الناس بتعتقد بأنه شرب دفعات كبيرة من الماء هو أكثر فائدة، إنه مشان ياخدوا الفوائد الأكبر ويخففوا التجفاف اللي ممكن يصير برمضان. طبعاً هاي المعلومة خاطئة، لأنه نحنا كل الزيادة من الماء اللي بنستهلكها على دفعة واحدة الجسم بيتخلص منه طبعاً، فلهيك الأفضل مثل صحيح. لذلك نشرب على مهلنا وبهدوء. وأنا بدي أكد على شغلة، إنه دائما الإفطار أول شغلة بنعملها هو شرب الماء المعتدل الحرارة. ما بيصير نبدأ بكاس عصير. نقطة كتير مهمة، لا تشربوا كاس العصير أول شيء. طبعا له أسباب صحية، يمكن بهالعجالة صعب إنه نشرح ليش ما نبلش بكاس العصير. هلأ من بعد ما نأكل ثمرة فاكهة متوسطة، يعني ممكن نأكل نص تفاحة، ممكن نأخذ كم حبة تمر، قبصة زبيب، كله هذا كتير منيح، ومنوقف نستنى. هذا الهدف من هيدا الانتظار هو حتى تركيز السكر يهدى، يعني احنا أخذنا مصدر مهم من السكاكر رح يرفع مستوى السكر بما نهدى شوي. هلأ لما بنبلش وجبة الإفطار بنبلشها بالشوربة،
صحن صغير شوربة أو زبدية صغيرة شوربة بتعطي الجسم مي. حكينا من شوي إنه إحنا بدنا بروتين وكارب كربوهيدرات ودهون. بالنسبة للكربوهيدرات لازم تكون بتشكل على الأقل 50% من مجمل وجبتنا ومجمل السعرات اللي فيها، يعني هي تقريبا النصف ما فوق. هلأ من هاي الكربوهيدرات بدها تكون الخضار هي الأساس فيها، لأن هي فيها ألياف، فيها معادن، فيها فيتامينات، وهي اللي يعني بتعطينا هالطاقة اللي نحن بدنا إياها. يعني بمعنى آخر ناكل سلطة، هلأ هاي السلطة كل ما نوعنا بألوان الخضار بتزيد الفائدة. شو يعني ألوان الخضار؟ يعني إحنا بنعرف في خضرة لونه خضرة، في خضرة لونه صفرة، الجزر إلى آخره، لازم يكون صحن السلطة ملون. هذا بيعطي فائدة أكثر، لأنه نوع من الخضار هذا فيه فيتامينات ومعادن مختلفة وكلها غنية بالألياف. الكربوهيدرات المصدر الثاني تبعه راح يكون هو النشويات. النشويات مثل ما بنعرفها نحن، الرز، البرغل، البطاطا، معكرونه وخبز الحبوب الكامله. يعني هدول مو ممنوعين، ولكن كميتهم بدها تكون نوعا ما اقل شوي. اما الكربوهيدرات البسيطه اللي هي سريعه الامتصاص، يعني اللي هي السكريات الواضحه، ما بقول ما رح ناكلها، ولكن ناكلها بكميه قليله ومحدوده مؤقتا. المركب الثاني الاساسي بالصيغه الغذائيه هو البروتين. البروتين بده يكون تقريبا لكل كيلوغرام بدنا 1 جرام من وزن الجسم، يعني بين 1-1.2 جرام لكيلوغرام. يعني لما بنحكي عن واحد وزنه بحدود 70 كيلو بده بين 70 جرام بروتين الى حد 85 واكثر من هيك. هذا لا يشمل الرياضيين طبعا، احنا هون عم نحكي عن الناس العاديين، ما عم نحكي عن الرياضيين. مصادر البروتين بنعرفها نحن، صدر الدجاج، لحم الهبره، السمك، وفي مصادر نباتيه اللي كثير حلوه مثل البقول والمكسرات، وطبعا الدمج بيناتهم بيعطينا كامل البروفايل اللي بدنا اياه من الحموض الامينيه او البروتينات. نيجي للمركب الثالث اللي هو الدهون. الدهون ضرورية، ما حدا يقول الدهون مضرة، الدهون ضرورية جدا طبعا. وعادة بيصل يعني المساهمة تبعها بمجمل السعرات بوصل 30% كحد أقصى طبعا. 25-30% هو القيمة المثالية، بس بدها تكون صحية. يعني أنا لازم أكل مصادر دهون نباتية، زيوت نباتية، عن المكسرات، بدي ابتعد عن المهدرجة، يعني ابتعد عن الزبدة النباتية المصنعة إلى آخره، هدول هن المضرين. أما الدهون الصحية فهي أساسية أصلاً وليست مضرة. هلأ المشروبات المسموحة، مسموحة يعني بس من حد من التحلية. العصائر الطازجة كمان مسموحة، بس أفضل والأفضل منها هو الفاكهة الكاملة. يعني أنا أفضل إنه بدل ما نأكل عصير التفاح نشرب عصير تفاح، نأكل تفاحة. بدل ما نأكل عصير بردقان نشرب بردقان، يعني نأكل البردقان نفسه عفوا. وبالتالي يعني الفاكهة أفضل من العصير تبعها، بسبب إنه الفاكهة الكاملة فيها ألياف وفيها فيها مواد لا تخرج مع العصير، نحن هيك بنكون خسرناها لما شربنا العصير. أما المشروبات الغازية فهي أنا بدي أكد عليها، هي خارج القائمة تماما. انتبهوا لها، مشروبات الغازية خارج القائمة تماما. لازم نعتمد صنف رئيسي واحد بالوجبة. هي نقطة كتير كبيرة، يعني ما بنفرض صفرة فيها كذا نوع، لأنه لما يكون في كذا نوع يعني أنا بدي أكل من كذا نوع، وعلى من هون صحن، من هون صحن، يعني أكلت أنا 3 صحون. عمليا لازم نعتمد صنف رئيسي واحد. يعني صار عنا نحن صنف الشوربة، أكلنا زبدية شوربة صغيرة، أكلنا صحن سلطة مقبول، نأكل بعدين صنف الرئيسي الواحد اللي قدامنا بكمية معقولة، نستخدم صحون صغيرة، ما منعيد السكب بعد دخول حصتنا، يعني حتى لو حاسين بجوع منوقف ومنبتعد عن طاولة الطعام. ضروري النقطة إنه أنا بس خلصت أكل ابتعد عن طاولة الطعام. منضلنا 3 ساعات بعد هي وجبة الإفطار ما بناكل شيء، يعني ما بس يخلص الإفطار من هون الوجبة تبعي يبلش بالحلو، يبلش بالمشروبات، لا، عطي جسمك وقت ليهضم اللي أكله. بعد 3 ساعات أنا باخذ القسم الثاني من الوجبة، لأنه نحن لازم نقسم وجبة الإفطار على قسمين. فبتكون في عنا وجبتين صغار، أخذنا أول وجبة اللي هي مثل ما حكينا من شوي، الثانية بناخذ فيها الفاكهة، بناخذ فيها اللبن، بناكل مكسرات، هي عمليا هي وجبة الإفطار الثانية، وبنفس الوقت بنكون رجعنا أعطينا الجسم بروتين وكارب هو ودهون. دكتور، هي هي الخصوصية برمضان اللي هي آلية تقسيم الوجبات عمليا. تقسيم الوجبات، برافو عليك، تقسيم الوجبات كثير ضروري. نجي للسحور، طبعا خلصنا احنا نجي للسحور. السحور ضروري حتى الجسم يتمكن من نصمغ خلال النهار، بس على السحور بنتجنب الحلويات تماما، نتجنب مصادر الكارب اللي بتكون سريعه الهضم والامتصاص اللي مثل هي الخبز الابيض ومنتجاته. بنركز على البروتين لانه بيعطي شبع، يعني بناكل بيض، اجبان قليله الدسم، قليله الملح، البقوليات كمان ممتازه مثل الفول والحمص والى اخره. بدنا خضار ضروري،
لأنه بتعطينا ترطيب، وحكينا عن الألياف، بدنا نشويات لأنه هي بتعطينا الطاقة بس كله بكمية معتدلة مثل الشوفان، وبركز على الخبز الحبوب الكاملة. هلأ هون كمان لازم نركز على الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز وتمر، لأنها كمان بتساعدنا على الرطوبة والترطيب. في أعطي نصائح سريعة كمان، أنه تحضير الأكل لازم يكون بالشوي والسلق أكثر. دكتور قبل بس اسمح لي بس هيك يوضح توضيح علمي أنت يعني تعمدت إخفاله كرمال تسهيل الأمور على المتابعين، بس بعض الناس بتعرف. هلأ الاستراتيجية اللي ذكرها دكتور هي بتعتمد على معلومات علمية واضحة، اللي هي أنه البروتين والألياف بيساعدونا على الشعور بالشبع، السكريات البسيطة هي بتعزز الشعور بالجوع لأنه بتعمل بيك سكر بالدم وبيتابعها بيك أنسولين، هذا الشيء هو أحد المسؤولين عن شعورنا بالجوع. فكرمال هيك كرمال نخفف الشعور بالجوع نحن لازم نبعد عن السكريات البسيطة، نخفف منها، نزيد استهلاك البروتين والألياف خاصة على وجبة السحور، كرمال نقدر نصوم كل اليوم بدون ما نشعر بحالة جوع شديد. صحيح تماما، نحن هذا الكلام متفقين عليه. السكريات البسيطة بترتفع السكر، ارتفاع السكر بيرفع الأنسولين، الأنسولين بيخزن الدهون، السكريات صارت على شكل دهون يعني، ورجعنا من جوع من أول وجديد. صحيح تمام. هلأ أنا نصائح هيك على السريع كمان، فينا نقول إنه بدنا نحضر الأكل بالشوي والسلق بدل القلي، هي ضروري جدا مشان نخفف طبعا الدهون، بنخفف الملح والبهارات لأنه بديد من العطش وبتحرض العصارة الهضمية، بنحد من المخلل قدر الإمكان، بنشيل الجلد عن اللحوم قبل تحضيرها، الأفضل استخدام مشتقات الحليب القليلة الدسم قدر الإمكان. هلأ في نقطة حكيتيها حضرتك من شوي، إنه شرب الماء مثلا عند السحور، في ناس بتروح بلش تشرب أنينة مي فكروا إنه هيك أنا أمنت مخزون، بصراحة نحن ما لنا جمال، صح، ما بشر ما منخزن مي، بالعكس اللي راح يصير انه بعد ما اذا كان الصائم حب يروح يرجع ينام بعد الامساك راح يصير في اكثر من مره عشان يطلع الحمام، لذلك بنشرب مي، شرب الماء بيكون بشكل متواصل من بعد الافطار وحتى السحور بكميات قليله. هلا في نقطه في حيلي انا لازم اذكرها، كان لازم كنت ذكرت لك اياها مع تقسيم الجرعه الوجبه، اللي هي تناول الطعام ببطء. لازم ناكل عقلنا، لازم نمضغ منيح ونعطي وقت بين اللقمة وتانية، يعني أنا أكلت أول لقمة استنى أمضغها استمتع فيها حسب طعمتها، ولما بخلص الصحن من النوع الأول ما صب فورا كمان استنى شوي لحتى أعطي بلش بالصحن الثاني، هذا بيضبط الشهية أكثر. السبب كثير علمي واضح معروف هو عند الدارسين أنه الدماغ تجاوبه مع الإشارة المعدة بياخد وسطين 15 دقيقة، ممكن هاي الناس شو تفاجأ فيها، وبالتالي هو يعني ما قرر يقول وقفوا أكل لبعد، بيكون أخذ الإشارة قبل، بيكون نحن بعدنا عم ناكل. صحيح. لذلك نحن بناكل عمهلنا لحتى الدماغ يترجم الإشارة ويقولش بعد. طبعا في منافع كتير كبيرة للأكل ببطوء، منها تحسين المشاكل الهضمية والتخلص منها مثل كولون النفخة التطبل والتخمة وإلى آخره من القصص هاي، وبالتالي أنا في أقول أنه في حيلتين من تطبون برمضان وبغير رمضان، اللي هن تقسيم الوجبات رقم واحد، اثنين هو الأكل ببطء. هاي مجمل النصائح اللي فينا نحكي فيها عن الحالات اللي بين ايدينا، عن النصائح الرمضانيه العامه، بتمنى انه تلاقي الناس فيها فائده جيده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك على وقتك ولطفك دكتور. على عيني، الله يخليك يا رب، اكيد مقصرين. انا بحب اقول ان هذا الشهر الفضيله وشهر عباده وشعائر دينيه لغسل الروح والنفس، بتمنى الناس ما تخلي شهر للتلفزيون وتضيع الوقت باشياء قد تكون غير مفيده، المهم للصائم انه يستمر بحياته كما هي خلال صومه يعني، بنصح مارس الرياضة حتى للي بده يتخلص من الدهون بشرط تكون خفيفة ومعتدلة مثل المشي، هرولة، بسكليت إلى آخره. الكسل الحقيقة بيقلل نفات الصيام، وبتمنى يعني نقول صياما مقبولا وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله رمضان كريم على الجميع. أكيد أكيد رمضان كريم للجميع. كان معنا الصيدلاني نبيها ريج الباحث بمجال التغذية، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة، بنتمنى لكم على طول حياة صحية.